يا نادر مالك؟ من ساعة ما دخلت وانت عامل زي العريس الخجول اللي رايح يخطب ومحرج من اهل العروسة. في ايه؟ عندي معلومة يا فندم ومش عارف اقولها لسيادتك ازاي. هو الشغل فيه كسوف؟ ما تنطق يا فندم. الموضوع ملوش علاقة بالشغل. في ايه؟ حضرتك موافق ان مدام فريدة تحضر دروس الدين مع الشيخ ياسر فهمي؟ تعرفت منين؟ هشام قال لي يا فندم انها كلمت خطيبته عشان تروح معاها. الحمد لله. استاهل الحمد حبيبي. أعملك معايا نسكافيه جديدة؟ لا ميرسي يا حبيبي، بيسهرني وأنا عايزة أنام بدري. أه صحيح، إيه حكاية النوم بدري دي؟ بقالك فترة طويلة على كده. هسهر أعمل إيه؟ على الأقل لما بنام بدري بعرف أصحى أصلي الفجر حاضر. ويا ترى بتفتكريني بالدعاء ولا بتدعي لنفسك بس؟ ربنا العالم. بالحق، هو أنت يا فريدة بتاخد دروس دين؟ أيوة. فيها حاجة؟ لا ما فيهاش، بس احنا متعودين يعني انك ما بتروحيش في حته الا ما بتديني خبر. في ايه يا خالد؟ انت عايزني اخد منك الاذن اني اروح دروس دين؟ وانت ليه واخداها بالشكل ده؟ عشان شايفاك متضايق وانت بتسالني. انا خايف عليك؟ يا سبحان الله، خايف عليا عشان بحضر دروس دين؟ ما تخافش، كل الستات اللي بحضر معاها الدرس الستات ملتزمه، مش عايزه غير رضا ربنا وبس. ونعمة بالله. ويا ترى انت والستات الملتزمه دي بتاخدوا الدروس بتاعتكم فين؟ عند الحاج عفاف. دي صاحبتك من زمان؟ لا. ليه؟ ابدا، اصلي اول مره اسمع اسمها. والحاج عفاف دي بقى اتعرفت عليها فين؟ عند الحاجه شهيره. الله، ده كلهم حجاج بقى. الحمد لله. مين اللي بيديكوا الدروس؟ وهو اللي جاب لغك اني باخد دروس دين. ما كملكش المعلومه وقال لك مين بيدينا الدرس؟ ايه يا فريده؟ بتتكلمي كده ليه؟ عشان انا مش جاسوس بتحقق معاه. انا بطمن عليكي، مش بحقق معاكي. اطمن، انا مع ربنا سبحانه وتعالى.
ادعي لي انت بس انه يثبتني على طاعته وحسن عبادته واستمر في التزامي ده. خارج ولا ايه؟ لا بشوف اللبس لايق على الاوضه ولا لا. تعجبني فطنتك. ايه فطنتك دي؟ لا ده كلام مثقفين يا ابني، لسه قدامك كتير عشان تفهمه. خلاص ايدي على كتفك يا صاحبي. ليه هنشحت ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، انت لو خارج خدني بقى معاك، هروح اجيب جاكيت ونروح نشم الهوا مع بعض. لا شم الهوا للناس يا معلم، ده اصله ميعاد كده يعني. ميعاد حريمي. ها ساره؟ ساره، بس مش زي اللي في خيالك القذر. وانت عرفت منين اللي في خيالي عشان تقول ان هو قذر؟ وهي فراخ هتجيب في رجليها وهي جايه؟ ايه يا سالم؟ فراخ؟ انا الحق علي اني اظبطك مع مستر سليمان، بس شفت انا قلت له ازاي لما كان عايز يبخل عليك في الفلوس؟ ربنا يقدرني واردها لك ان شاء الله يا رب، ويقدرني كمان وارفع راسك واعمل لك شغل يرفع راسك السما. لا انا متاكد انك هتكون عند حسن ظني. ربنا يخليك يا فندم، انا حاسس ان انا بكلم رئيس قسم المستخدمين. سلام. انت خارج معايا ولا قاعد في الاوضه ولا ايه؟ لا لا جاي معاك اصلا. لا انت راح اوضتك. ماشي الله يسهله. مساء الفل. اهلا. الله، هو انا كل ما اجي لك الاقيكي دافنه راسك في البتاع اللي قدامك ده؟ في عقلك بتلعبي جيم؟ اوعى تجري تجي، هيدا اسرار الناس. اسرار ايه؟ انت اكيد بتلعبي جيم. هو مظبوط جيم، بس تعرف بين مين ومين؟ ايه مين ومين؟ مصر والكاميرون ولا مين؟ يا ريت. هذا جيم بين العرب المهاجرين من بلادهم والغرب يلي عم يستقبلهم ويستضيفهم ويهتم فيهم، ولا شيء غير ليقول انه هو متحضر وديمقراطي اكثر منه. يا نهار اسود ونيل، وانا جاي اتكلم في السياسه ولا حل مشاكل الشرق الاوسط؟ لكن جاي كرمال ساره. ولدي كمان. انا جاي اشكرك. على شو؟ السعادة اللي اديتهاني امبارح بشوية اللي قعدتهم معاكي. عن جد؟ والله العظيم. وانتي؟ أنا شو؟ يعني انبسطتي زي كده امبارح؟ عمر. لا ما عمر دي مش إجابة. وهتجاوبي هتجاوبي، مش هسيبك. دي يعني صح. يعني هنكررها تاني. يعني مش رح ينفع ترجع تجي لعندي. امبارح كانوا اخواتي نايمين، بس لو وعيوا ما كان رح يكون حلو الموقف. انا ما يهمنيش اشوفك فين، انا كل اللي يهمني حاجه واحده بس، ان احنا نبقى مع بعض. ماشي مريم. عمر؟ عمر انت قاعد هنا؟ طب ليه ما دخلتش وانت غريب؟ ولو يا مريم؟ لا لا انا اصلي لسه داخل حالا، انا ما كنتش اعرف اساسا انك في المكتب. مريم شوفي لي هذا الملف قبل ما نبعته عند المحامي تبعنا. حاضر. عمر واقف ليه؟ تعالى. تصدق يا عمر انك فيك شيء لله؟ انت هتقولي لي انا طول عمري مبخت، بدليل اني سايب بلدنا وجاي ادور على شغل هنا. ها خير؟ لسه قبل ما تيجي كنت بفكر اعمل العقد باسمك مش باسم الشركه. باسم انا؟ ليه لا؟ كده تضمن حقك عند صاحب الشركه. جلال بيه ما تعرفيهوش، ده راجل عامل زي الجنيه الذهب. ايه يعني الجنيه الذهب؟ يعني ساعات بيبقى في العالي وساعات يبقى البعيد واطي. غيزون دو بلوس انك تعمل العقد باسمك. يعني عشان كده لازم تعمل العقد باسمك.
لا معلش والنبي خلينا مش عايزين الراجل يقلق مننا، مش عايز وجع دماغ. والله مش فاهمك يا عمر، حتى يضيع فرصه زي دي. بقول لك الشغل هيكون باسمك والراجل هيحس باهميتك عندنا، وانت تقولي مش عايز وجع دماغ بدل ما تنبسط وتفرح. والله فرحان ومبسوط يا ستي، معلش ريحيني خلينا كده احسن. على راحتك. انا طلبت 1000 كاميرا من كل نوع، عايز تزود الكميه او نخليها زي ما هي؟ لو عايز تزودها انا حامل ديسكاونت جامد، والديسكاونت ده هيكون ليك مش لصاحب الشركه. ماشي كده ماشي. عندك تليفون مباشر دولي يعني؟ طبعا اتفضل. مدتين لمصر وهحسم لك الموضوع ده. الو مين؟ الو عمر. ايوه يا هنادي. وبعدين بقى يا بنتي بهزر معاكي، خلصينا بقى وصلينا بالله وجلال. استنى بس، انت بتتكلم ترانك. ما انا بعيد عنك في اوروبا. خلصي اوروبا؟ وبتعمل ايه عندك في اوروبا يا عمر؟ طبعا تلاقيك هايس مع البنات الملونه، ما انا عارفاك طول عمرك عينك زايغه. انا ما بتكلمش من الكشك اللي تحت الشركه، خلصي امي وديني اللي هو جلال. طب طمني، واخد معاك هدوم زياده يعني انتقل؟ اصل الجو هناك تلج. انت هتشرحي لي ام الطقس اللي انا عايش فيها نادي؟ ما انا جوه الدنيا وعارف. خلاص يعني يا عمر كفرت عشان بطمن عليك، خليك معايا احول له الخط، مالكش في الطيب نصيب. احسن. ايوه يا عمر. ايه الاخبار؟ طمني. الو جلال باشا، انا قاعد مع مدام ساره اللي هتورد لنا الكاميرات ونظم المراقبه يعني، وبتسلم عليك جدا. سلم لي عليها جدا، ولا انا بشكرها على هذا العرض الكريم، وبلغها كمان ان شاء الله لما الصفقه تتم نجيبها هنا مصر تزورنا يعني على حساب الشركه. يا سلام، كلك ذوق يا باشا. بيقول لك هو عازمك في مصر حتى لو ما فيش شغل اهو كلام. يا عمر لا انا معاك، سعادتك اهو انا معاك. هتبعت لي العقد امتى؟ ما هي لسه قاعده بتدرسه دلوقتي يا فندم. هي بس كان عندها اقتراح كده يعني، لو تبعت البضاعه باسمي. وهي طمك؟ مش بقول لك زي الجنيه الذهب واطي. يا عمر يا باشا انا معاك، بس هو الخط اللي عندك وحش. بص يا باشا، هي عندها 1000 كاميرا بنفس السعر من كل نوع، وجاي لها طلبات كتيره خد بالك. المصنع بقى رفع السعر على الطلبيات الجديده، فانا بقول لو ناخد اكبر كميه يعني عشان نكسب في فرق السعر ده، ولا ايه؟ ماشي يا عمر، نزود قول نقول 100 مثلا. بقول لك ايه، هو السعر هيزيد قد ايه؟ لا مش اقل من 25%. 25%؟ لا 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 استنى، نزودهم 600 كاميرا. انا بقول بلاش نتسرع. لا 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 يا اخي، خلينا نستفيد من فرق السعر. ماشي اللي تشوف سعادتك. بقول لك ايه يا عمر، وانت ما تعرفش تنزل في السعر شويه معاها؟ بقول لك معروض عليها بيع بسعر اعلى، تقول لي نزل معاها؟ ده لولا الست عامله حسابها ان هي اتفقت معانا ما كانتش زودت الكميه. خلاص ماشي يا سيدي، مع الف سلامه يا جلال. بتأمرني بحاجه من هنا؟ لا يا عمر شكرا. اي حاجه؟ مش عايز. طيب مع السلامه سعادتك. مع السلامه. مع السلامه جلال بيه. ايه حكايه سعادتك باشا؟ سعادتك سعادتك. لا ما الاحترام واجب برضه، الراجل كبر وخرف. بقت الكميه قد ايه يا اونطاجي؟ ولا بلاش تتسرع. خدت بالك انت وانا بعممه؟ ها بتعم ايه يعني؟ اعممه وانا البسه العمه برضه. ما فهمتش. بص سيبك انت من الكلام ده، هو الراجل عايز دوبل الكميه، عايز 600 كاميرا. برافو. 600 كاميرا تبقى عمولتك 3000 دولار. انت بتتكلمي جد؟ وانا بهزر. يا نهار اسود، 3000 دولار؟ واول ما يوصل التحويل هديك شيك. شيك مين؟ انت اول ما تيجي الفلوس تلاميني عليها كاش فورا. انت تستاهل كل خير يا عمر. والله ما انا عارف اقول لك يا ساره، جميلك ده هيفضل دين في رقبتي اليوم الدين. جميل ايه؟ ده بيزنس، انت تكسبني وانا اكسبك. انت عايزه تفهميني ان انت كسبانه في العمليه دي؟ هو انا بعملها لوجه الله؟ امال انا ليه عندي احساس ان انا الوحيد اللي مستفيد في العمليه دي؟ لو انا مش مستفيده ما كنتش عملتها. طب حس كده بقى والروس اتساوت يعني، اطلب لنا فنجانين قهوه. على راسي يا سيدي، تحبها وسط او ساده؟ انا بهزر. وقفت ليه؟ هسيبك بقى تحضري العقد وانا هتكل. رايح فين؟ هروح فين يعني؟ هروح. استنى دقيقتين وننزل سوا. ماشي. قهوه؟ يا سبوبة غيرك. هاي كيفك؟ مالك مزهور كده ليه؟
لا ابدا، بس يعني مش متعود تعملي مفاجآت. بس كويس انك جيتي. ليكي في الغسيل ولا كنت فين؟ ايه بدأت تغيري عليا؟ لا مش انا، ده داني. داني بدأ يغير عليا؟ لا، داني قلب عليك الدنيا وعايزك دلوقتي. ما ينفعش دلوقتي، انا مكلم سبوبه وجاي لي دلوقتي. بقول لك داني عايزك دلوقتي، وفي عربيه بره هتاخدك ليه. لوك ميجو سبوبه كم سبوبه ستين. لا شكلك ما فاهم حاجه. ايه وحشتك للدرجه دي؟ اكيد لا. ما يعني بعت لي الموز ده يعني، والكباتن برضه جايبين على هنا ليه بقى؟ ان شاء الله كرمال عمر. مال عمر؟ بدي اشوفه. هو مين فينا اللي سكر؟ انا عن نفسي لسه جاي يعني، لسه مش خدتش حاجه. انت شكلك بقى ال وين شو جنيت انت؟ طبعا لازم اتجنن. لما تقول لي عايز اشوف عمر لازم اتجنن. ليه؟ عشان على مشروم قابلني بيه كنت انا استويت. انت شيء وعمر شيء. يعني ايه؟ بتروح على غرفته بالاوتيل بتقول له انه مدير عام الوكاله بده يشوفك. خط لازق كده؟ نتقابل الساعة 1 بمطعم نيراتشي. طب وسبوبة اللي جاي ده أعمل فيه إيه؟ أردفه. أنتفله؟ أردفه. يعني إيه يعني؟ يعني أحطه في أي مكان. يعني وزعه. آه وزعه يعني. لحد إمتى بقى؟ لحد ما قال لك. شو بك؟ مستغربك. لا؟ قلعتني وبهدلتني عشان ما سمعتش كلامك وخلصت على سبوبة، ودلوقتي جاي تقولي وزعه. كملوا بقرا في الشبه لحدها. يا عم طب خد بقه طبعا عشان تجري ورايا. ثانية واحدة. أيوة أنا جاهز، يلا بينا. هو أنت قلت لي دقيقتين ولا ساعتين؟ خلصت. يلا. معقولة؟ الله الله، بيدفي البتاع ده. ها تيجي من بدري. انت بعدك هون؟ كنت عم بخلص مراجعة الملف. برافو. طيب تصبحي على خير. عمر احنا جوا افتكرتي حاجه مهمه جدا نسيت اقول لك. انت مش هتبطل شغل الناس بتاعك ده يا جدع؟ انت مش انت متيني معاك يا جدع انت؟ معلش جالي ميعاد فجأة. أنت بتستفزني أكتر على فكرة. مش قادر يعني تقول اللي إداك ميعاد دوت إن عندك ميعاد أهم متفق عليه قبل ما تاخد ميعاده؟ معلش يا سيدي روق بس شوية. في إيه؟ هو إحنا ورانا حد يعني هننقذه من الموت؟ سبوبة جات لي في السريع كده وقضتها وخلاص. خلاص بقى ما تبقاش رزق. نعمة في أرزق منك. يا جدع أنت رايح فين مش بكلمك؟ يا وحش بقول لك إيه، أنا عايزك. خير؟ يا عم استنى عشان سبوبة. إيه في إيه مش فاهمك؟ أنت دلوقتي داخل أوضتك؟ أنا هاجي وراك. ماشي. إزيك يا أبو علي؟ إزيك يا عمر؟ يا جدع انت مش هتبطل شغل العيال ده؟ يا عم في ايه؟ روق شويه. نزل ايدك دي ما تكلمنيش بالظبط. يلا يا عم تعالى. عمر جاي لك. ها؟ ماشي. كلمتين مع عمر وراجع لك. بقول لك ايه؟ انت مالك قلب سبوبه كده؟ هو في ايه اللي حصل؟ سيبك منه خالص. خلينا بقى في المهم. ايه؟ الراجل مدير عامل وكاله عايز يشوفك بكره.
ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا مش عارف، بس سليمان كلمني وقال لي انه عايز يشوفك بكره. انت اشتاق معايا ولا ايه؟ اه اكيد، انا اللي هوصلك. هنقابله في الوكاله؟ لا في مطعم. عازمنا على الغدا. الله اعلم، هنعرف بكره. المهم انا هروح اشوف المتلقح عندي في الاوضه ده. سلام. ماشي. ايه يا عم المهم؟ عمال بتزن ان امبارح. خير في ايه؟ عاوز نسوان وخمره. انت عايز فاكر نفسك جاي عند ابليس ولا ايه؟ وعاوز فلوس. طب ومش عايز كمان تشوف ابوك الله يرحمه بالمره؟ لا انا بتكلم بجد. فين يا سبوبه الجد اللي بتتكلم فيه؟ مالك فيه ايه؟ انا بس عايز افكرك بموضوع الدمنهوري. الدمنهوري؟ ولا انت فاكر موضوع الصور اللي انت رجعتها لي ده التاني؟ طب والفلوس اللي انت خدتها يا سبوبه؟ حقي، مش انا اشتغلت بيهم؟ طب ما تشتغل تاني وتاخد فلوس تاني. طب وانا اشتغل ليه؟ ما دام اقدر اخد فلوس واخد نسوان وخمره وانا حاطط رجل على رجل. يا عم بالراحه على نفسك، خاف على صحتك، لا نقر عليك الفتحه قريب. ولا الضالين آمين. ألف مبروك يا حبيب خاله. الله يبارك فيك يا خالي. بسم الله ما شاء الله، العروسة هي زي القمر وباين عليها حسب ونسب وحاجات كده. ما كملناش خمس دقايق عندهم وقروا الفاتحة، شكلهم كده ما صدقوا يخلصوا منها. خير؟ في حاجة يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي، ده أنا بس كنت بقول لفاطمة زغرت، أصل أنا ما بعرفش زغرت. ما زغرتي يا فاطمة. مبروك يا لبنى، ألف ألف مبروك يا حبيبتي. خلاص بقى، أنا من النهاردة بقى ليا أخت تانية. نفس الشعور يا فاطمة والله. ميرسي. ما شاء الله، عروسة ما شاء الله، أدب وأخلاق وجمال وتربية. لا وإيه؟ من بيت أصول كمان. الله يكرمك. نيجي للمهم بقى يا عمي، طلباتك إيه؟ أنا يا ابني ماليش طلبات. ده تعبير مجازي ولا حقيقة مطلقة؟ إحنا بنشتري راجل. أهو. وأنا بقى هحطها في عينيا الاتنين. خلاص يبقى خير البر عاجله. مش قلت لك عايزين يخلصوا منها؟ ما زغرتي يا فاطمه، في ايه؟ ربنا يا ابني يجعلها ادم السعد والخير عليك وعلينا. ربك والحق يا كامل، عمها ومراته دول ما يتبلعوش. بس البت غلبانه، حرام نظلمها وناخدها في الرجلين. بالعكس بقى، أنا شايف إن هما ناس في منتهى السهولة. دول كانوا عايزين يدونا البت في إيدينا وإحنا نازلين. يا سلام، طب ما إحنا عملنا كده مع فاطمة لما اتقرت فتحتها. يا حبيب خاله، ده متعب مش ذنب. سيبك من ده كله. المهم أنت مبسوط؟ مبسوط؟ أنا كنت هبقى مبسوط أكتر يا خالي لو أخويا الوحيد كان معايا، بدل ما يسافر بره يتصرمح ويسيبني في يوم زي ده. ما تتقي الله في أخوك يا أخي. الراجل مسافر يأمن مستقبله ومستقبل ابنه، مش مسافر يتصرمح. أيوه يا أختي، دافع عنه عمياني. حامى في عينك. احترمي نفسك يا بت. جرأي يا ابني. هو انت حتى في يوم الفرح مش عايزنا نفرح؟ حرام عليك، عايز تفضل منكد علينا على طول كده؟ طبعا، وانا بقيت مسؤول النكد في البيت ده. يا عالم حرام عليكم، كفايه افترا بقى. انتوا ايه؟ هتحرموا عليا افتح بوقي حتى في غيابه؟ لا، ده انت عيارك فلت على الاخر، وانا مش هقدر استحملك اكتر من كده. انا داخله انام بدل ما تنقدني. بعد الشر عليك يا ماما. يا ساتر. تمام ماشي. ايوه اهربي اهربي زي عادتك. ممكن تسيبك منها وتكلمنا انا هنا؟ والله لو ما احترمت نفسك انت حر. السلام عليكم يا زور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امورنا يا استاذ. من فضلك، عايز اعمل نسخه على المفتاح ده ونبس بسرعه. بسرعه ايه يا استاذ؟ انا اقفل واروح. تقفل ايه؟ ربنا يفتحها في وشك. اصل انا عندي مشكله صعبه قوي، مراتي تقفل عليها باب الحمام وخايف لا يغمى عليها ولا حاجه. ماشي يا استاذ، بس الطقطقين ايه رايك؟ يا عم طاقين ثلاثه اللي انت عايزه، دي مراتي. بس بقول لك ايه، عايزها نسخه تبكي الاصل. بس كده عينيا. ماشي. خير يا خالو؟ ايه اللي رجعك؟ كامل في ايه؟ دخل اوضته نام. تخيلي من كتر نكدكو نسيت المفاتيح بتاعتي وخدت مفاتيح كامل بدلها، مع ان ايه كنت وصلت البيت ورجعت تاني. ما يجيش من وراكو غير القرف. يعني انت عاجبك عماله دي يا خالو؟ انت تاني يا فاطمه. سلام عليكم. سلام عليكم. هو مش انت كبرنا يا خالو؟ هو في كبير في الزمان ده؟ الكبير دلوقتي هو انت من اهله.
مع السلامة يا خالو. ربنا يردك بالسلامة يا عمر. داني هيحاول يخضك ويهزك في أول مقابلة. والمفروض طبعا يا باشا إن أنا ساير واتخض. بس أنت هتحاول تخبي شعورك ده. طب ودي هعملها إزاي؟ زي ما عملتها مع حياة عثمان في المدرسة. لما كنت عايز تديها جزء إلهام على خدها علشان أحرجتك قدام علي. بس أنت مسكت نفسك عشان علي كان معاكم. وأكيد حياة قالت على وشك ده. أهم حاجة إن داني يحس إنك أنت انبهرت. بس عشان أنت صايع وطماع فبالداري ده. أهم مقابلة عمر بتكون المقابلة الأولى. هي اللي بتسيب أهم انطباع اللي قدامك. لو نجحت فيها يبقى أنت نجحت في أول خطوة مع داني. ايه ده لحقت تلبسي؟ لحقت ايه بس؟ ده انا متاخره قوي على الدرس، مش عارفه ازاي الوقت سرقني كده وانا بقرا. طيب انا ممكن اخدك اوصلك في سكتي. طب وتعطل نفسك ليه؟ ما انا عربيتي تحت. يا ستي اعتبري ان انا بريحك من السواقه النهارده. ولما تريحني وانا رايحه مين يريحني وانا راجعه؟ انا برضو اتصلي بيا اول ما تخلصي الدرس وانا اجي اخدك فورا. خلاص زي ما تحب. ما انت عارفه انا بحب كل الحاجات اللي انت بتحبيها. كده هتأخر على الدرس. اتفضلي يلا. هنا كويس ما تحرمش مني. استنى تليفونك. بأمر الله. ده عنوان عفاف الجهري. تعرف لي كل حاجة عنها، الحاجة اللي بتنظم دروس الدين في بيتها دي. هو سيادتك ما تعرفش الحاجة عفاف؟ ياه، هي الحاجة عفاف دي مشهورة قوي وأنا ما أعرفش؟ الحاجة عفاف الجهري. مين عفاف الجهري؟ 24 ساعة ويكون قدام سيادتك فايل كامل عنه. صباح الخير. طب نرد الصباح. طيب صباح الخير. تسمح؟ اه طبعا اسمح. وانا همنعك تعدي يعني؟ انا كل اللي طالبه منك بس دقيقتين اعتذر لك فيهم على اللي حصل امبارح. طب اعمل ايه؟ ساره توصلني لحد باب الاوتيل، واول ما نزلت وهلف وارجع لك لقيت سالم وسبوها في وشي، خدوني في حدوته ما يعلم بيها الا ربنا. ولما اتاكدت انك روحت ما كانش ينفع اكلمك عشان موضوع اخواتي. طب اعمل ايه؟ اعمل انا ايه بقى؟ خلصت؟ لا لسه. ولعلمك بقى انا ممكن افضل قاعد هنا صارح فيكي اسبوع. نصيحه مني سامحيني بسرعه عشان تشوفي حالك. وبعدين معاك يا عمر؟ عيون عمر، قلب عمر. طب انا راضي سمتك. حد يضحي بالعيون الحلوه دي عشان يبص في خلقه سالم وسبوه؟ ما تجيش. سامح بقى. سامح يا عم بقى. سامح بقى احنا في الشارع. خلاص سامح بقى. عمر احنا على الطريق. طب احكيلك. لو خلاص بقى نتعشى سوا بالليل. لسه فكرني ده فرمان. يلا عشان ما تاخرش على شغلك. يلا اتفضل يا باشا. اهو مستر داني مدير عام الوكالة. أهلا وسهلا. عمر صلاح. عمر صلاح الدين طه. خي واصل جديد من العراق. مبروك لكامل
ريت الفاتحه امبارح.